أسعد الله صباحكم مشاهدينا، وحياكم الله معنا في برنامج ترانز وجولة سريعة معتادة في منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب ديوان الخدمة المدنية في منصة تويتر، ورصدنا التعميم الصادر رقم 15 لسنة 2021 بشأن وقف يعني تعيين الوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية ووقف كل من النقل والندب والإعارة ومعالجة آثار هذا الوقف. نشوف معكم مشاهدينا تغريدة على الشاشة. كل عام ودستور الكويت محترم ومطبق. بحلول الذكرى 59 لدستور 11 من نوفمبر عام 1962، واللي يعتبر يوم خالد ومشهود في ذاكرة التاريخ الكويتي بمصادقة سمو الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح طيب الله ثراه، ومزيد من التفاصيل ينضم لترنز من جامعة الكويت قسم التاريخ في كلية الآداب الدكتور حمد القحطاني بهذه المداخلة الصوتية والحصرية. مهمة جدا. اليوم هو 11 نوفمبر، وفي هذا اليوم في الحقيقة من 11 نوفمبر 1922 وقع المغفور له الشيخ عبد الله السالم دستور الكويت، وهو الدستور الرابع، لأن هناك قبله أربع دساتير بشكل عام. هناك الدستور الذي وضع كم مادة أو قانون في مجلس الشورى 921، ثم هناك خمس مواد قانون أو دستورية وضعت في مجلس التشريعي الأول عام 1948، ثم الدستور المؤقت، ومن الدساتير المهمة التي قد لا يذكرها إلا المتخصصين، في عام 1962 عندما شكلت أول حكومة وافتتح المجلس التأسيسي في 20 يناير عام 1962. في الحقيقة أن الشيخ عبد الله السالم عندما استقلت الكويت في 19 يونيو عام 1961 رأى أن لابد أن هناك ديمقراطية ولابد أن يكون هناك مجلس، وفعلا شكل لجنة من 11 عضو وقامت بوضع انتخابات المجلس التأسيسي التي أجريت في 30 ديسمبر عام 1961. ثم بعد ذلك افتتح المجلس التأسيسي. المجلس التأسيسي من أهم أعماله هو وضع دستور الكويت عام 1962، وكذلك وضع قانون للانتخابات. هذا الدستور في الحقيقة الذي ما زال الكويت حكومة الكويت تسير على هذا الدستور، هو يتكون في الحقيقة من 183 مادة دستورية بالإضافة إلى خمس أبواب. الباب الأول يتعلق بنظام الحكم والحقوق والواجبات والمقومات الأساسية للمجتمع، وكذلك السلطات، وكذلك أحكام عامة. وبهذا فإن هذا اليوم مهم جدا، لأن هذا الدستور في حقيقة فعل في افتتاح أول مجلس الأمة في 29 يناير عام 1963. خلها نظيفة وحافظ عليها، شعارين لحملة المخيمات التوعوية اللي أطلقتها بلدية الكويت تحت هاشتاغ نظافة البر متعتك، بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي اللي بدوره نشر عبر حسابه في تويتر تغريدة لشروط وضوابط موسم التخييم. نشوفها معكم مشاهدينا على الشاشة. ليل الشتاء وأغلب تفاصيله أكل، هذه واحدة من عدة عبارات وأشعار متنوعة غرد فيها النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي مع قرب موسم الشتاء. وطبعا إذا استمر الأكل في الشتاء على هذا النحو يعني أكيد راح يكون سبب في زيادة الوزن. ولكل اللي يهمه هذا الموضوع يستفيد من اختصاصية التغذية العلاجية صفية جمال الشطي بهذه المداخلة الصوتية والحصرية لبرنامج ترنز. وايد ناس يشتكون بالشتاء ان وزنهم يزيد، لان عادة في الشتاء الليل يكون طويل، فهم يتعشون مرتين ثلاث رايحين رادين على الثلاجة،
فإحنا نصيحتنا لهؤلاء الناس إن قسموا وجباتكم خلال اليوم، أكلوا 5 إلى 6 وجبات صغيرة عشان ما تيون على وجبة واحدة وتاكلون كمية كبيرة من السعرات الحرارية. فنخلي بين وجبة ووجبة 3 ساعات، منها ريوق غدا عشاء، وبينهم سناكين أو 3 يعتمد من شخص إلى آخر. هذه السناكات يفضل أن نحرص تكون غنية بالألياف مثل الفواكه والخضار عشان ما أي هجوم على وجبة الغداء أو وجبة العشاء آكل وايد وزيد كمية أكل. الشغلة الثانية بالشتاء الناس ما تشرب ماي وايد، فنبي نحرص على زيادة استهلاكنا في الماي خلال اليوم في الشتاء. الشغلة الثالثة مهم جدا أن ننظم النوم. النوم مسؤول عن تنظيم الهرمونات بالجسم، ينظم لي هرمونات الشهية والشبع، ويحفز لنا عملية الحرق واستشفاء العضلات إذا الشخص كان يمارس الرياضة. فمهم أن نضبط النوم عندنا. إنجازات رياضية بطولية جديدة ترفع اسم الكويت بالعالي. ومن الإمارات الشقيقة، منتخبنا الوطني للبلياردو يحصد ذهبية وبرونزية الفرق في منافسات 9 كرات بالبطولة العربية. وأسرة ترنز توجه تهنئة خاصة لفوز المنتخب، ألف ألف مبروك. ونشوف هذا الفيديو اللي رصدناه من حساب موطني في منصة تويتر. بالمحبة تكون الحياة، ويكون الإنجاز والإبداع. في خبرنا الحالي، رجل مسن بنى بيت دوار لزوجته بس عشان يكسر الملل من تكرار المناظر ويدخل السعادة بقلبها، ولكن بطريقتها الخاصة. شلون؟ راح نشوف معاكم تفاصيل هذا البيت بهذا الفيديو من حساب رويترز. خبرنا الأخير عن شركة فايزر وأمل جديد تقدمه لمرضى كوفيد من خلال حبوب باكسلوفيد المكملة للقاحات للوقاية من كورونا. ومن حساب سي عربي في تويتر رصدنا هذا الفيديو ونشوفه معاكم على الشاشة. وصلنا معاكم لختام جولتنا، نشوفكم باكر بنفس هذا الموعد، ومع السلامة.